تاخذش بعين الاعتبار يمكن ما ولكن راه كيمشي دار تقارير كدير الارشفه راه فين واخا كتقول ايه شكون هاد اللي بحضور كذا باش نعمر التقرير ديالي بحضور جمعيه كذا كذا ممثله في رئيستها كذا بحضور هيئه كذا وكذا بحضور كذا هاد الناس اللي كتخليك تقتنص الفرص الوقت لما قدمنا الفكره تابني هاد النقطه هذه اقتناص الفرص واستغل كل فرصه ممكن ساهم انك تكوني حاضره فيها حضر حيت قد ما تقول الانسان بالدايجه كل ما قطعتي الصفات ما غادي تبقى فيها ستات الشجر اللي غادي ترجع بهم علاش المواطنين بالحكم ديالك والمجتمع ديالك غتكون فعلا كقوه مؤثره ولكن واحد كيمشي مثلا الاجتماع اش كيتركب كيبقى جالسه كتسمع ايوا من بعد شكون عم يمشي هذا الشكل ولا احد راه عارف كنت مسجل الافكار ديالك حيت اصلا عارفه حتى انت سجلت فيك الاول ولكن بسيطه طبعا بعد ترحيب وكذا ما تقدرش تسال شي مشكله شنو هو شحال يقول لك مثلا الفكره ديالك تقدر تكون هي المحور لتغير الاجتماع كامل ونعطيك واحد الموقف وقع معنا ممكن بسيط جدا ولكن هو موقف انا بالنسبه لي انا كان كبير في صالي حياتي الان موقف بسيط جدا كنا في واحد اللقاء في الرباط لقاء مسؤول مع واحد الفتاه اللي تنشر معاه لينا كنتكلموا كنناقشوا كذا بعد قال شكون ديال ماستر شكون ديال ماستر بريفي حتى انا ستي قال وزاره التكريش خاصها تخلص هي فرصه تكلم في الماستر كامل تخلص ما حتى زدتي حنا بقينا علاش تقول حنا كتقول الفرص ما كتجيش ديما ديال الفرص وهذه اساسيه جدا حضور ودائما ما تجيك شي دعوه نقولها لك تجيك شي دعوه هذه هي البدايه شتي العريضه عاد تجي عاد تسير معايا معايا عاد تسير وعاد تسير العريضه ولكن هيئ الارضيه انا غادي نرجع للنقطه اللي قالت الاخت قالت ان مثلا كنمشيو عند المسؤولين ما كياخذش العريضه بعين الاعتبار هنا كاين واحد المشكل هضروا عليه سهل جدا عندكم فكره لا الفكره اللي قلت سير تزيد النعمه انا وقعت دابا مؤخرا على واحد الاجتماع في السوق التضامني ديال تطوان وكنا هذا وكنت عطيت كما قلت دابا الكلمه عطيت واحد المداخله بان حتى هما دابا بالنسبه للمنطقه ديال تطوان بخلاف المنطقه ديالنا حنا ديال العرايش حنا شويه الكاسونيين ما كنخرجوش ما كنسافروش ما كنزوروش ولكن بالنسبه حنايا اللي كنلقاو مع التعاونيه تبارك الله ديال تطوان ناشطين صاعدين يعني فهمتيني يعني ماشيين قدام تبارك الله الله يعاونهم الله يزيدو حيت بحكم انهم هما كيخرجوا كانوا كيمشيو اسبانيا كيشوفوا كيجيو كيطبقوا داك الشيء يعني كنصحوا على 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 الخارج هذا هو التدخل ديالي انا اللي اتخذت فيه قلت لهم زعما باش نشتي تكون تقوي الموقف ديالك في القرار ديالك كتكمل شتي نفسك عاد ضيع الوقت مثلا واحد 10 سنين يعني كنت في الحكم ديال 10 سنين كون انا مشيت اذا خصني نشوف شي صيغه اخرى مثلا هذا غير انت بسيتي صافي خصو يعرف ما عندك كيتواصل هو الضغط البشري مهمه في العالم شنو؟ الضغط البشري يعني يكون معك الناس بزاف ناس ودائما هذا كيبقى خطاب بيناتنا دائما اختيار فئه تقدر تمشي معايا وفئه صراحة ولكن كمل ليا كنطرح هذه الفكره ولكن عارف هذيك فيها هي معايا ولكن كاين فئه تمشي لها بعيد حتى مشينا في الجانب البحث وكذا فئه تكون معك حاضره معك تضحي وتجي توقف معك ودير وتضحي معك ماديا وتضحي معك كذا فبالتالي اختيار واحد الفئه نخبويه واحد الفئه واحد 10 ولا 15 هذو معايا نخبويين هذو انا عول عليهم هذو سندي اذا قدرت نميل هما السند ديالي معايا فئه اخرى اللي مآمنة بالفكره ومآمنة بالمشروع ولكن تقدر مثلا انها تكون مثلا ما تحتاجش ديما معاك ولكن في اللي عندكم معاها في الواتساب في الكراسي تلقاو في القهوه نتاكلوا ونشربوا هازنها مشترك هذا غادي يمشي معاك بعيد كما كذا كان عليك تستند ولكن دائما ما بغينا الخطاب الايجابي دائما تعطي الخطاب الايجابي. صراحه الا كان غادي خصو يخبرني علاش واش الميزانيه كافيه ولا لا لا يعني جيستي يعني كاينه تعليمات عندك ماشي